انتوا اوعوا تفتكروا بتعملوا معايا دون بيقلل من قدري. لا، شعب مصر فاهم كله مع جمهور الزمالك العظيم ان في حاجه مش مظبوطه، في حاجه غلط، في حد مش عايزني في البلد. انا مش هعلق على احكام القضاء، لكن عاوز اقول كفايه. انا بدفع تمن شويه عيال بتطلع تشتمني وهكمل برضو اللي في دماغي. ده كان اول رد وتعليق من المستشار مرتضى منصور بعد قرار المحكمه بحبسه من جديد 3 شهور وغرامه 20,000 جنيه. المستشار مستغرب من الهجوم عليه الفتره الاخيره وان كل حاجه ضده، وشايف ان الموضوع اتحول وبقى سياسي واللعب بقى على كبير والسبب محمود الخطيب. فيا ترى ايه اللي في دماغ مرتضى منصور اللي شايف ان طبقا للقانون مش المفروض ياخد حكم بالحبس؟ وهل هيتحبس ولا هيطلع منها اللي قاله صادق؟ هل هيترشح في الانتخابات لرئاسة الزمالك؟ وازاي ده هيكون انتقامه من الخطيب؟ مش هتصدق ناوي على ايه. المستشار مرتضى منصور مش هيدي حد فرصة لانهياره، مستني يجي الوقت اللي يعرف كل حد مقامه كويس، بيخطط ويرتب علشان لما ينفذ يقولوا على نفسهم يا رحمن يا رحيم. ماشي في حياته الفترة الأخيرة بمبدأ الضربة اللي ما تموتش بتقوي، ويا ما دقت على الراس طبول. ورغم احترامه لأحكام القضاء، ولكن قال طبقا للقانون هو ما يستحقش الحبس اصلا. مرتضى منصور بعد صدور الحكم عليه بالحبس، الناس كانت فاكره انه هيختفي عن الظهور ويقفل على نفسه لحد ما يقدم على الطعن، واما يترفض ويتنفذ الحبس او يتقبل وياخد البراءه، اللي طبعا الكل شايف انه من رابع المستحيلات، واللي خلاه يتحبس مره هيتحبس تاني. منصور فاجئ الجمهور الساعات اللي فاتت وظهر في فيديو على قناته على اليوتيوب، وقال مش عاوز اتكلم عن احكام القضاء، لكن مواد القانون اللي بتحاكم بناء عليها وصدر بها الحكم ضدي 3 شهور ما فيهاش حبس من الأساس. القانون بيقول غرامة بس، وفي القضية دي بالذات أنا خدت براءة قبل كده، بس أنا مش هعلق على أحكام القضاء والقاضي هو اللي هيتحاسب وحده في قبره على الحكم ده. مرتضى منصور شايف إن الموضوع كبر وبقى سياسي من الدرجة الأولى وفي أسباب لحبسه، وقال الأهلي قام برفع الدعوة دي ضدي بعد ما انسحب الزمالك من بطولة السوبر. كمان لما قلت إن قدمت شكوى للفيفا بكل اللي حصل في أزمة السوبر، وبرضه الموضوع سياسي لإني أعلنت عن مؤتمر صحفي يوم السبت خاص بالسياسة. استغرب كل ده علشان انا اعلنت عن مؤتمر فيه حدث مهم يوم السبت على محمود الخطيب. قال كمان انه دايما بيجي في دماغه مقولة القيعي، البطولات بيتم حسمها خارج الملعب ومش بالضرورة تكون جوه المستطيل الاخضر. مرتضى منصور اتضايق من تصرف بعض جماهير النادي الزمالك اللي هتفت ضده في مباراة الفريق الاخيرة في الدوري المصري، وقال انا بدفع تمن شوية عيال تطلع تشتمني في المدرجات النهاردة علشان عيل خد زمايله وراح الاتحاد قدم شكوى بسبب شهرين اتأخرت فيهم مستحقاتهم، انت ليك شهرين بس. الجمهور بقى محتار من ساعة اصدار الحكم، ولكن مش متفاجئين خالص، وزي ما يكون ده المصير الطبيعي لكل تصرفاته وافعاله الفترة الاخيرة والسب والقذف اللي وجهه للخطيب وغيره كتير. فموقف المستشار دلوقتي هيكون ايه؟ هل هيتحبس ولا هيطلع منها؟ وهل بالحكم ده هيكون له حق الترشح؟ الحقيقة ان بعد الحكم عليه بالتلات شهور في تلات سيناريوهات منتظرة المستشار. اما ان هو يتقدم بالاستئناف ومن حق المحكمة انها تؤيد الحكم او تعدله او تجيب البراءة او انها كمان تمنع التنفيذ. ولكن لو الخطيب اتنازل وحصل الصلح، هنا المحكمة بتقضي بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. طيب هل ينفع المستشار يترشح لانتخابات الزمالك زي ما خطط قبل الحكم بالحبس؟ رغم صدور حكم بالإدانة على مرتضى منصور، فهو قدامه فرصة تانية للترشح على منصب رئيس الزمالك خلال الانتخابات اللي جاية، خصوصا ان العقوبة اللي تعرض لها المستشار مقيدة للحرية مش مخلة بالشرف، بالتالي يحق له الترشح. تفتكروا هيكون مصير المستشار ايه؟ ويا ترى الايام مخبياله ايه تاني؟ هل هيتحبس ولا هيدور على ثغرات يطلع منها ويعرف ان هو ينتقم من الخطيب زي ما بيتمنى؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات.